السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع سكيكدا، دائما في إطار عملية تاع توزيع السكنات بمناسبة عيد الاستقلال تاع 5 جويلية. إذن العملية هذه مازالت متواصلة في عدة ولايات، واليوم نستعرض العينة من ولاية سكيكدا وبالضبط في بلدية إذن فليفيلا بالقرب من مدينة سكيكدا، وين نلاحظ أنه الحي هذا الكبير يعتبر يعني كبير، وين الأشغال نتاع التهيئة تمت يعني بالكامل. إذا العملية تاع توزيع السكنات وهي بصيغة عدل ما زالت متواصلة، وسوف نقف في أيام قليلة القادمة عن عمليات أخرى في ولايات أخرى. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.